بتربية أشبالي من بعدي. لا تقلق أيها الزعيم، سنعامل أشبالك كما نعامل أبناءنا، وكن مطمئنا. تأكد أن أشبالك سيكونون حكماء وشجعانا مثلك. الوداع يا زعيم. الوداع. رائع، وأخيرا استرحنا من ذلك المغرور الذي كان يمنعنا من التصرف بحرية. حيوانات الغابة مجتمعة من أجل الأشبال يا زعيم. وأخيرا مات. ما عليك إلا الذهاب إليهم. يجب أن يعلموا أنك الزعيم الآن. تعلمون يا أصدقائي بأن الزعيم قد رحل عنا، ولقد دعوتكم إلى هذا الاجتماع من أجل تقرير مصير أشباله الثلاثة. فمن منكم سيتولى تربيتهم؟ الجواب سهل، لأنكم أنتم الذئاب خير من يقوم بذلك، ولديكم تجربة سابقة وناجحة في تربية ماوكلي. بالو على حق، لأن لوري لها جراء صغار ويمثلون عمر الأشبال الثلاثة، سنساعدها في تربيتهم. فعلاً، فنحن وعدنا زعيمنا بحماية أشباله، ولكن ابنة أخيك الذئبة خير من يقوم بتربيتهم. ما رأيك يا ابنة أخي؟ لي الشرف. إنكم تتحدثون عن ثلاثة أشبال بينما لا أرى هنا سوى شبلين. ترى أين اختفى الثالث؟ يا إلهي. إنه سيمبا. سيمبا؟ إنه المفضل عندي، أمل ولا يكون في خطر شديد. لابد أن نجده قبل أن يقع ضحية وحشية شيرخان. سيمبا. اطمئني، فهو قريب من هنا. سيمبا. على كل سيطمئننا الغراب. لوجيم، هل تراه الآن؟ للأسف لا. إذن استمروا في البحث. هيا بنا يا أصدقاء، هيا. سيمبا! 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 هذا الفخ أسوأ من مخالب شيرخان. سيمبا، هل تسمعني؟ إذا أيقظناه سيقع في الفخ. دعي الأمر لي. الذي يفعله هذا المجنون؟ كيف له أن يرى هو وابن صديقه في خطر شديد؟ يجب أن أعتذر منه، فهو ليس مجنونا، إنما الدلائل كانت ضده. لقد
لقد تخلصنا من هذا الفخ المميت. خذوه. إنه ليس ذكياً فحسب، بل يستحق الثقة أيضاً. قلت لكم إنه ذكي ويتقن مواجهة الأمور. فض عينيك ثاقبتين يا باجيرا، تمكننا من العثور على سيمبا. كيف ستأخذونه؟ إنه يغط في نومه. إذا أردتم المساعدة، لدي وسيلة لتحريكه من مكانه. أرجوك افعل يا تيم، ولكن بلطف فهو ضعيف. يحق لنا أن نضحك، كدنا نموت من الخوف عليك. أحمد الله على سلامتك يا سيمبا. أنت بخير؟ هذا فخ نصبه البشر للإمساك بنا، هل تفهم الآن؟ يجب أن تحمد الله، فلولا باجيرا لكنت ميتا مثل أبيك. ماذا تقول؟ مات أبي؟ إذن مات أبي؟ لا تبكي يا صغيري، فقد كان أبوك زعيما قويا ويجب أن تكون مثله. لكنني حزين جدا. أيها الزعيم، منذ وفاة السبع الحكيم صرت سيد الغابة المطلق. إنك ضخم جدا وبالغ القوة، أنت رايم يا زعيم. صدقني يا زعيم، أنت أقوى حيوانات الغابة. أصدق يا خيرتي. أغلقوا أفواهكم الضخمة، أنا الآمر الوحيد هنا، وإذا لم تطيعوني سأريكم ما لا يسركم. توقف عن هذا وإلا أذقتك طعم مخالبي. أنا قادمك المطيع يا زعيم. سامحني أرجوك، سامحني يا زعيم. دعه، إنه لي. رغباتك أوامر يا سيدي. هذا مؤكد يا غبي. أقضي على الأشبال الثلاثة. أنا طوع أمريكا، ولكن الأشبال محميون ومحروسون بشدة من قبل الحيوانات. شجاع. إنها مشكلة وعليك أن تجد لها حلا مناسبا. أمرك يا زعيم. سنباشر بالمهمة. وما الذي تنتظرونه يا أغبياء؟ تحركوا. يحاول أن يفرض سطوته منذ البداية. هاي سيمبا، غير من مزاجك أرجوك. صدقني، أنا أفهم حزنك وأقدره. أبي قتل أيضاً، ولكنني لم أستسلم للحزن. علينا أن نكبر ونتقوى كي نثأر لأبائنا. نثأر؟ نعم، إنه واجبك. لا، فالحقد والكراهية لا يؤديان إلا إلى الدمار، وأنا أرى أن اللجوء إلى الحكمة والعلم والعمل هي أفضل البدائل. إنه عجوز طاعن في السن ولا يكف عن إزداء المواعظ والدروس، يجب ألا تستمع إليه. بيمبو، هيا بنا. هيا. إلى اللقاء. بيمبو، تعبت. بيمبا، أنا قادم. وأنا أيضا. أهلا بكما يا ولدي، يجب أن تخلدا إلى النار. كفى يا أبنائي، هيا إلى النوم. أعتقد أنك تريد النوم في العراء. نعم، أفضل هذا، لأنه منذ وفاة والدي أصبحت أعتمد على نفسي. أقدر مشاعرك. عفواً، لي طلب. هل تسمحين لي بالنوم في العراء مثل بيمبو؟ نعم، وسأحرسكما. حصلت على الموافقة من أم الذئبة بالنوم في العراء، ما رأيك يا بيمبو؟ هذا يسرني. يحبان الظهور. ترى ماذا سيفعلان إن باغتهما شريخان في الليل؟ هيا بنا. لابد أنك متعبة هذه الليلة، لذلك سأقوم بالحراسة بدلا منك. شكرا لك يا باجيرا.
يجب أن تستمع إلي وتحفظ كلامي. ليتك تروي لنا حكاية من حكاياتك. ولكنني أريد أن أنام. اسمعاني جيدا، يجب أن تبذلا جهدكما في الدراسة والتعلم كي تحصلا على المعرفة وتفهما العالم المحيط بكما. لا تنسيا ذلك، تصبحان على خير. سنسمع ذلك كل ليلة. نعم، كلهم كذلك، يطلبون منا أن ندرس ونعمل دون توقف. تمنحكما القوة. خذ هذه حصتك لهذا اليوم. لا بأس، ولكنني شبل ولا أكل أوراق النبات، أريد أرنبا سمينا. الأرنب لن يجعلك قويا. يجب أن تعلم أن النباتات مغذية. يا لن أتذوقها. جربها يا سيمبا، لا بأس بها كإفطار. سنجعلك تتذوق كل يوم نباتا جديدا. أو فاكرة. أشوفكما، كفاني هذا. نراكما بخير. إلى اللقاء غدا. إلى اللقاء، ولكن لا تلقبانا باكرا. إلى اللقاء. ضجرت من نفائهم يا بيمبو. هيا يا صغيري العزيزين، اسمعاني جيدا. قبل أن أخلد إلى النوم سأقدم لكما كتاب الأدغال لتباشرا بقراءته منذ اليوم وتتعلما منه. أمسكاه جيدا، سنتناقش به مساء. نعست. أراكما مساء يا صغيري العزيزين. إلى اللقاء. الحقني يا سيمبا. هيا ولن تندم. إلى أين؟ هيا لا تخاف. ما بكن، أنا أحلم بالطيران مثل كل. مستحيل، لأنك ثقيل وليس لديك أجنحة. ويمشي فوق الماء. هذا مستحيل، ترى كيف تمكن من المشي فوق الماء. إنني أتعجب، يجب أن أذهب وأخبر زعيم بذلك. انظر إلى البحيرة. بيب وسيمبا، لا شك أن زعيم شيريخان سيغضب منك لأنك لم تتمكن إلى الآن من القضاء على شبل واحد صغير. أننا أحلم؟ شاهدنا ذلك جميعاً. إذن يجب أن أخبر شريخان. بل أنا من يصنع. إنها مسؤوليتي. عندما أخبر شريخان بأنهما يمشيان فوق الماء فإنه سيكافئني بأرنب سمين. سيدي.
ما الأخبار؟ لا أدري ماذا أقول، ولكنني شاهدت أنا وجميع القرود شبلا وغزلا وهما يمشيان فوق الماء من غير أن يبدأ. لا لابد أنهما ساحران. ويلك أيها الأحمق، هل تسخر مني؟ سأصنع منك حساء. ماذا؟ هي استيقظ يا غبي، هيا وإلا صوت إلى وعيك. خذ كي يعود إليك وعيك بشكل جيد، قله فهو لك. لم تجد زعيما مثلي تسرد عليه أخبارا كاذبة ويطعمك. أنت عظيم. هل انتهيت؟ تعال إلي. اسمعني جيدا أيها الغبي، أريد الحقيقة فورا. إنها الحقيقة، فالشبل والغزال يمشيان يعني فوق الماء. تعلم جيدا بأنه لا يوجد حيوان بري يمشي فوق الماء. لكني رأيتهما. والقرود أيضا رأوهما. إنني أتساءل يا زعيمي فيما إذا كانا ساحرين أو أنهما. ماذا أفعل بك يا غبي؟ ها أنت تعتقد الآن بوجود السحرة. لابد من وجود تفسير منطقي لهذه الظاهرة، وعليك إيجاده وتفسيره في الحال. أنا أجد تفسيرا منطقيا. لعلك يا زعيم نسيت بأنني غبي. أضحكتني يا غبي من غير مناقشة. أعطر لي هذين التافهين وسأجبرهم على الكلام. هيا تحرك. ها قد وصلنا، هذا كاف اليوم، سنكرر ذلك غدا. ولكن قل يا دينان، متى ستعلمني السباحة مثلك؟ مستحيل. لماذا؟ لأنك سبح ويكسوك الفراء وقوائمك غير ملائمة، خلقك الله لتعيش على اليابسة. هذا صحيح، شكرا لك. شكرا يا دينان. إلى اللقاء. رافقتك السلامة يا دينان. رافقتك السلامة. استمتعا بوقتكما يا صغيرين. شكرا لك. إلى اللقاء يا دينان. إلى اللقاء. والصلاة. إذا لم أمسكهما فسيعاقبني شريخان ولن يعطيني شيئا لآكل. ماذا أفعل؟ سيمبا، راقب الأرض جيدا من أجل الأفخاخ. ماذا؟ جسد من غير رأس. لا لا، ارجع قليلا، هل تراها؟ إنها الزرافة أسينوم. ولكنها مخلوق غريب. أسينوم من أطول حيوانات الغابة، وهي لطيفة جدا. صباح الخير سيمبا ابن حاكم الغابة، أليس كذلك؟ نعم، لك رقبة طويلة مثل النحلة. أقفز. حقا؟ أيها الشقي، كان عليك أن تتمسك برقبتي جيداً. ها؟ إنه يومه الأول في هذا المكان، وما زال أمامه الكثير ليتعلمه. لا شك أنه سيتعلم. واليوم سنقوم بزيارة الأصدقاء الذين نعم لا يعرفون. نعم، أعرف ذلك، لكن عليكم العودة الآن لأن الأم الذئبة تبحث عنكما. يعني تسمحين لنا بالعودة؟ سيمبا يجب أن نذهب. عودا متى شئتما. هيا. ها؟ بيمبو، إلى أين ذهبت مع سيمبا؟ قلقت عليكما كثيرا وفتشت في كل مكان. يجب أن تلتزما بالقواعد ولا تبتعد عن المنزل. تنزهنا على ظهر دينان. ما هذه الحماقة؟
تتأكد عن السباحة. لو سقطا في الماء فسيصرخان النجدة النجدة. تضحكون؟ غدا سأطلب من التمساح دينان أن يعلمني السباحة، وعندما أصبح سباحا ماهرا سأضحك منكم. توقفوا عن هذا الجدال، لقد مللت من سماع أحاديثكم هذه. هيا اذهبوا واغسلوا أيديكم من أجل تناول الطعام، وبعد ذلك علينا مناقشة بعض القضايا العائلية، مفهوم؟ ما بك يا سيمبا؟ هل تفكر بشيء؟ إنني أحن إلى أبي. ستشعر بالتحسن بعد الأكل. هل هدأتم؟ عظيم، ابقوا هكذا، والآن ادخلوا إلى الوكر بهدوء. أفضل الخلود إلى النوم. أنصحك بالتعجيل بالأكل، وإلا لن تجد شيئاً لتأكله. عليك أن تعتاد على إنجاز أي شيء في وقته المخصص له. تمكن من تربية الأشبال كما كان يتمنى أبوهم. تنقصهم القوة والذكاء كي يدافعوا عن أنفسهم. سأبذل جهدي كي يكونوا كذلك، لأنني لن أنسى قوة أبيهم وشجاعته في المواقف الخطيرة. لن أنسى ما حييت أنه أنقذ حياتي وحياة جرائي. سيمبا وشقيقاه وجدوا عائلة جديدة، وسيمبا تعرف إلى صديق جديد هو بيمبو، وبفضل بيمبو بدأ سيمبا باكتشاف أسرار الغابة. حيوانات الغابة وعدت الزعيم برعاية أشباله، ولكن هل يقدرون على جعلهم سباعا قوية وذكية وكريمة النفس كما كان أبوهم؟ هذا ما سنراه في الحلقات القادمة.